ماشي معايا وبتنجحني، مش بترضى في يوم تجرحني، بهمك افرح على طول. ماسك ايدي ومشغول بيا، ده محدش بدون جنبي، انت الاب اللي بتعود. ماشي معايا وبتنجحني، مش بترضى في يوم تجرحني، بهمك افرح على طول. ماسك ايدي ومشغول بيا، ده محدش بدون جنبي، انت الاب اللي بتعود. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي تحملني، انت بس لك هفضل اغني طول عمرك. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي تحملني، انت بس لك هفضل اغني طول عمري. لما تكون ويا بتطمن، لو في وسط النار متأمن، يكفيني شخصك ليا دفاع، بتأيدني وبتنجيني، في المرتفعات بتعديني وتشددني في كل صراع. لما تكون ويا بتطمن، لو في وسط النار متأمن، يكفيني شخصك ليا دفاع، بتميزني وبتعليني على المرتفعات، بتمشيني وتشددني في كل صراع. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس لك هفضل اغني طول عمرك. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس لك هفضل اغني طول عمري. مش بيهمك ضعف وجهلي، انت في ايدك صعب وسهلي، ليك الكلمة وليك الأمر، كفر بأس علي اتنادي، وجميل حتى كتر سواتي، بتجهزني ولو على الله. مش بيهمك ضعف وجهلي، انت في ايدك صعب وسهلي، ليك الكلمة وبيك الأمر، كبر بس علي تنادي، وجميل حتى قدر سوادي، بتجهزني ولو على قبر. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس لك هفضل اغني طول عمري. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس لك هفضل اغني طول عمري. معقول في حد ممكن يضحي عشان خاطر حد؟ ايه المشكلة يعني يا سموح؟ انا بشوفهاش بصراحة، يعني العالم اللي احنا فيه ده غريب شوية شويات. في حد ممكن يضحي عشان خاطر حد؟ اي اكتر حاجة ممكن تضحي عشانها يعني؟ ممكن تعمل ايه مثلا؟ تدفع فلوس مثلا؟ مثلا يعني حاجة بسيطة، لكن اضحي حاجة كبيرة قوي؟ لا لا، مين في زماننا بيعمل كده؟ يعني هل ممكن اقدر اقول انك ممكن تضحي بحياتك عشان خاطر حد؟ لا 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 لا، وانا معلش يعني صعب. حياتي. ايوه، في فيلم
اقول لك عليه سموح جميل. اتفرجت عليه الفيلم دوت، كان عن اب بيشتغل في كابينه قطارات اللي هو بيحول القطر وهو ماشي بحيث ان يعدي في الطريق الصح بتاعه. والراجل ده كان عنده ابن نزل يلعب تحت في الفلانكات بتاعه القطر، رجله اتحشرت وللاسف كان في قطر جاي، والاب اتحط بين موقفين صعبين جدا، بين ان ينقذ الناس في القطر وبين ان ينقذ ابنه. وكل شوية القطر عمال بيقرب والاب مش عارف ياخد قرار. عندي مئات موجودة في القطر وعندي ابني، اعمل ايه في الموقف ده؟ لك ان تتخيل انه قرر يضحي بابنه مقابل الناس دي كلها تعيش. ودي كانت اصعب لحظة على هذا الاب، لحظة صعبة قوي جدا جدا. عارف يسموح التضحية واللي الرب عمله معانا كان غالي قوي، بس زمان في العهد القديم كان في واحد جميل جدا اسمه ابراهيم. فاكر ابراهيم ربنا قال له ايه بعد ما عطاله ابنه بعد سنين؟ صح، جي يطلبه منه تاني ويقول له قدم لي ابنك اللي بتحبه ذبيح. بالظبط، بس ابراهيم ما تاخرش، عشان كده ذكر اسمه في سحابة الشهود. قال له انت مختلف يا ابراهيم، امن ابراهيم بالله فحسب له برا. وكانه بيقول له ايه؟ بيقول له بالايمان يا ابراهيم اللي انت بتعمله دوت انا مصدق فيه قوي، عشان قررت تضحي بابنك. بس مقابل ان يضحي ابراهيم بالابن كان لازم يكون في كبش موجود. أيوة. يقول الكتاب فرفع ابراهيم عينيه ونظر كبش فلقى الكبش دوت. الفداء لازم ابص على الرب واشوف قد ايه هو ضحى علشاني. ايوه، وانا قد ايه ممكن اضحي لاجل الاخرين. محدش هيموت نفسه لاجل حد، والراجل قرر يضحي بابنه علشان خاطر بعض الناس. لكن الله بذل ابنه لاجل كل العالم. يوحنا 3:16 بيقول كده، لانه حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا فكرة ازاي الفداء والتضحية لاجل حاجة جميلة او الرب عملها علشاني، وانا لازم اعملها لاجل الناس، لازم اوري لهم مقدار الفداء والتضحية اللي تم دوت على عود الصليب. يعني العمل للمسيح ده يكفي كل العالم؟ كل العالم، محبة لكل الناس طول الوقت. ما تخافش، اعرف ان الفداء والتضحية طول الوقت كل الوقت. أنا في المراحم بعيش والخير ده خير سيدي، وزي جوده مفيش يسوع هو نشيدي. أنا في المراحم بعيش والخير ده خير سيدي، هاليلويا، وزي جوده مفيش يسوع هو نشيدي. من يوم ليوم هو معايا أبدا ما سبنيش، وفي الخطر بينقذني بالشر يحميني. من يوم ليوم هو معايا أبدا ما سبنيش، الشر يحميني. صخري وعزي وتاج راسي يسوع ده إكليل، إبري ورصيدي ومراثي، أفراح
قلبي وعيني. أنا في المراحل بعيش في عين والخير ده كرسي وزي جود وزي جوده مفيش مفيش يسعى هو أنا. أنا في المراحل بعيش يا بابا خير دكر سيدي 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 وزي جود مفيش مفيش يسعى هو نشيدي. وإن جاني في لحظة عدوي يكسرني ويحنيني أطلب فدية حالا يجي وفي حضنه يخبيني. وإن جاني في لحظة عدوي يكسرني ويحنيني أطلب فدية حالا يجي وفي حضنه يخبيني. ستري وحسني ومجد يسوع ده ناصي أهتف وغني بطول عمري ده فضله حميني. أنا في المراحم بعيش بعيش والخير ده خرسي هاليلويا وزي جوده مفيش مفيش يسوع هو أنا. أنا في المراحل بعيش بعيش والخير ده خير سيدي وزي جوده مفيش مفيش يسوع هو نشيد.